قالت أوكرانيا إن هدف عملية كورسك هو إقناع روسيا ببدء محادثات عادلة. وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن برلماني روسي قوله إن التوغل الأوكراني المدعوم من الغرب في روسيا يضع العالم على مشارف حرب عالمية شاملة، وذلك بالنظر إلى وجود اعتاد عسكري غربي مع استخدام ذخيرة وصواريخ غربية في الهجمات على البنية التحتية المدنية، فضلا عن الدليل الدامغ على مشاركة أجانب في الهجوم على الأراضي الروسية. البرلماني وهو عضو في لجنة الدفاع في البرلمان الروسي أضاف أن دول حلف شمال الأطلسي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ خطط التوغل، وهو اتهام نفته الولايات المتحدة. معي مباشرة من موسكو المحلل السياسي أندري أونتيكوف. أهلا ومرحبا بحضرتك سيد أونتيكوف على شاشة الحدث. أسأل في البداية، كان هناك تصريح قبل يومين أو ثلاثة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال واستهجن: مع من نتحاور، مع من نتفاوض، في إشارة للأوكران. الأوكرانيون الآن يقولون إنه هجوم كورسك هي يعني مقدمة لبدء مفاوضات حقيقية مع الجانب الروسي، كيف تعلق على ذلك؟ ما قاله أيضا بوتين هو أن هذا الهجوم في كورسك من قبل القوات الأوكرانية هي المحاولة لتحسين المواقف قبل المفاوضات. فمبنيا على هذا الكلام استنتج الرئيس الروسي بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الجانب الأوكراني في هذه الظروف. فلذلك بطبيعة الحال على ما يبدو أحد الأهداف لهذا التدخل الأوكراني كان فرض على روسيا شروط تالية، يعني تبادل كورسك، الأراضي في مقاطعة كورسك مقابل الأراضي في دونباس، في دونيتسك ولوغانسك وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها روسيا. بطبيعة الحال هو شرط غير مقبول بالنسبة لروسيا، فلذلك روسيا وعلى لسان الرئيس الروسي ترفض أي حوار مع الجانب الأوكراني. فبطبيعة الحال ستتركز حاليا على طرد القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك ثم يعني تنفيذ مزيد من التقادم في دونباس. أيضا أسأل عن تصريح لنائب برلماني روسي قال إن التوغل الأوكراني المدعوم من الغرب يضع العالم على مشارف حرب عالمية شاملة. المقاربة إنه هذه كورسك هي التي كانت يعني شهدت وحددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية ب 43، وانتصر وقتها الاتحاد السوفيتي. إلى أي مدى تمثل كورسك بالفعل منطقة تحدد مستقبل هذه الحرب؟ أنا أعتقد أن يعني كان هناك نقلة نوعية في ظروف هذه العمليات القتالية، بسبب أن نحن نتحدث عن كورسك وهي الأراضي الروسية وفقا لكل المعايير، يعني حتى دول غربية لا تعترف كورسك الأراضي الروسية. فلذلك يعني ما قامت به أوكرانيا هو زيادة الرهانات، وبطبيعة الحال روسيا لا يمكن أن تتراجع أمام هذه الضغوطات الأوكرانية، وبطبيعة الحال سترد على هذا التدخل وستحاول ان تطرد القوات الاوكرانيه من مقاطعه كورس. بالنسبه للحرب العالميه الشامله، انا اعتقد ان هذا الراي للبرلمان الروسي، بسبب ان اذا نظرنا الى التصريحات الرسميه للرئيس الروسي بصراحه لا توجد هناك زياده رهانات كبيره من قبل السلطات الروسيه، لان تم اعلان عن عمليه مضاده لارهاب في كورسك وليس اكثر. يعني ما موقف حيث كان هناك زيادة رهانات، فهذا ما ناقشنا قبل قليل، يعني الرفض الروسي لأي حوار مع الجانب الأوكراني. ولكن في نفس الوقت أنا لا أرى أي محاولة روسية يعني توصية مستوى النزاع مع الدول الغربية بسبب الأهداف في كورسك. نفس الشيء يتعلق بصراحة بالدول الغربية نفسها. أمريكا ترفض أي علاقة ما بينها وما بين أحداث في كورسك رسميا. طبعا العلاقة موجودة، الكل يدرك ذلك تماما. لم يكن بالإمكان للقوات الأوكرانية أن تبدأ مثل هذه العملية بدون الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رسميا أمريكا ترفض هذه العلاقة بسبب أن تدرك تماما التداعيات السلبية، وتدرك تماما بأن في حال تعترف بذلك بعلاقاتها بهذه الأحداث، فبطبيعة الحال هذا سيعني مشاركة في العدوان المباشر على الأراضي الروسية. إذا من موسكو المحلل السياسي أندري أونتيكوف، شكرا جزيلا على حضرتك، يعطيك العافية.